الدفع بقطاع المطابقة والنوعية لترسيخ ثقافة الاعتماد لدى الفاعلين الاقتصاديين هو ما أكد عليه وزير الصناعة بمناسبة اليوم العالمي للاعتماد الذي يعد لبنة أساسية في حماية الاقتصاد الوطني والمنتوج المحلي لضمان سلامة المستهلك. في إطار برنامج وتطوير وترقية الجودة المسير من طرف قطاعنا الوزاري والذي يوفر منذ سنة 2015 دعما مباشرا للهيئات تقييم المطابقة الراغبة في الحصول على الاعتماد، استفاد من هذا الدعم عدد معتبر من هيئات تقييم المطابقة يصل إلى حوالي 70 ما بين هيئات التفتيش أورغانيز دانسبيكسيون وهيئات الإشهاد بالمطابقة أورغانيز بالسيرتيفيكاسيون ومخابر لابوراتوار، حيث يصل هذا الدعم إلى 2.4 مليون دينار للهيئة الواحدة. إمضاء اتفاقية بين مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري والهيئة الجزائرية للاعتماد، إضافة إلى تسليم 54 شهادة اعتماد خلال فعاليات إحياء اليوم العالمي للاعتماد، حيث اعتمدت الهيئة الجزائرية للاعتماد منذ سبتمبر 2009 إلى يومنا هذا 131 مخبراً وطنياً. ما يمكن الحصول على رخصة من طرف وزارة تقنية إلا كان ما قدمش شهادة اعتماد من طرف الجراك، هذا ملف هكذا. يوم عملية أخرى مع وزارة التجارة، شبكة من المخابر تحاليل وتجارب، هذه عملية أيضا راهي تمشي ونظن في وقت قصير جدا راح نوضع آليات لا يمكن لمخبر في ميدان معين، راح نحدوها مع وزارة التجارة ميدان معين ينشط ويسلم بطاقة تحاليل تاع المخبر بدون اعتماد. هذه عملية تمشي أيضا، نحاول كيفاش أن نكون أكبر عدد ممكن. ما تنساوش قلت لكم باللي لازم نوصل إلى 240 مخبر جزائري متعدد التخصصات في أفاق 2024. ولوج الأسواق الدولية يفرض على المؤسسات الاقتصادية التطابق مع المواصفات العالمية عبر تفعيل المطابقة والنوعية لكسب رهانات التحولات الاقتصادية.